بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل المستمعين اللي انضموا إلينا. معكم عمر باسعد و هيفا. مستمعينا اليوم حنتكلم عن القهوة المضغوطة. تعرف أي شيء يا عمر عن القهوة المضغوطة؟ كده من اسمه حاس إنه خشن. حاس إنه خشن. طب كيف تتوقع طريقة عمل القهوة المضغوطة؟ لازم يكون سوفت عشان خشن. إيش؟ لا أفكر فيها. قهوة مضغوطة كيف تسويها؟ بالضغط. الضغط إيش الضغط؟ مع القهوة. هاي فشرحي. أوكي. هي طبعاً صح عليك، هي قهوة خشنة، خشنة الطحن، وتستخدم أنواع مختلفة من القهوة. يعني صح كلامي؟ إلى حد ما. أوكي. مو 100% عمر. وتعمل بطريقة يدوية بسيطة، تضغط القهوة بمصفات معدنية. يعني بالمعدن تروح تخبطي في القهوة؟ إذا تبغى تسويها وتجربها أنك تأخذ معدن وتخبط في القهوة يمكن يطلع لك قهوة مضغوطة. بس تعرف عن إيش بإيش تتميز القهوة المضغوطة؟ بإيش؟ بقوة نكهتها. ليش؟ ليش؟ اسألني ليش؟ وأنا بسألك ليش أنت. الوجوه. لأنه فيها زيوت القهوة. يعني يتخن؟ صراحة ما أعرف، أنا ما جربتها. لازم نطلع دكتور ممكن في الحلقة الجاية نسأله إذا القهوة المضغوطة تسمن. عشان أنا سمعت إن القهوة تنحف. من جد؟ أيوة عامة. عامة. بهذا وصلنا لنهاية برنامج القهوة. بس مستمعينا احنا مكملين معاكم بكرة ان شاء الله، وحنتكلم عن القهوة الأمريكية المقطرة الأمريكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.